السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم بقناتكم قناة بيتكوين العرب. اليوم معنا موقع جديد مميز لربح العملات الرقمية ودولار الباي بال ومجموعة كتير كبيرة من طرق السحب. هذا الموقع بيدفع على اي محفظة انت بتستخدمها اخي كريم، وهذا شيء كتير كويس. لحد الادنى للسحب اذا استخدمت عملة اللايتكوين هو نص دولار 510 نقاط، يعني نص دولار داخل هذا الموقع، مانن عاليين ممكن توصلون اخي كريم خلال فترة زمنية مقبولة. طبعا اصدقائي موقع جديد راح نشرحه خلال هذا الفيديو، وان شاء الله خلال الايام القادمة راح نقدم اثبات سحب عن هذا الموقع. طيب بسم الله نبدا. اول شيء تسجيل بهذا الموقع جدا سهل، كل اللي عليك انك تضغط على لينك تسجيل راح تلاقيها بصندوق الوصف. طبعا هيك مباشره لما بستخدم اي روابط مختصر هذا اللينك بيعطيك على المدونه الخاصه فيه، المدونه الخاصه فيه في لينك مباشره، يعني ضغطتين اخي الكريم بتفتح معك هاي الصفحه. اول شيء هون ببين معك شو العالم عم تكسب وشو عم تسحب. هذا شايفين اصدقائي سبنت، يعني سحب 790 نقطه، فينا نقول حوالي 79 سنت. هذا كسب 287 نقطه. ايرن شايفين اصدقائي هون ايرن، يعني كسب 287 نقطه حوالي 28 سنت. هون كسب نص نقطة، هون كسب 800، يعني فينا نقول حوالي دولار تقريبا أصدقائي. يعني العالم ما تشتغل بشكل جيد على هذا الموقع. نحن بدنا نسجل، بنروح على حسابنا جيميل هاي اللي هون وبنضغط عليها، بختار بعدها ساين ان جوجل. طبعا وبسجل دخول بحسابي جيميل، يفترض يكون الحساب محفوظ على المتصفح سابقا. طبعا أصدقائي هاي واجهة الموقع. من الداخل نحن بنجمع السنتات أو الكوين عن طريق العروض الموجوده داخل هذا الموقع، وبنسحبهم بعدين على محافظنا المفضله. مثل الشرط اللي هون ببين معي الاوفر وول، هي طرق الربح اذا ما ظهرت معك بالواجهه الاساسيه. طبعا عندنا مجموعه كثير كبيره من العروض، حتى في منا عليها بونوز هون 20% على الادجيم. بعتقد في كثير منكم بيشتغلوا على عروض الادجيم، حتى موجود لادجيت ميديا، ايت ستوديو، مونوليكس، لوتا بلاي، ات سكند ميديا، كل هاي العروض موجوده. حتى استطلاعات الراي الاساسيه مثل سي بي اكس سيرش، بيتس لاب، والبول فيش وغيرها كمان موجوده اصدقائي. كمان موجود عندنا فيديوز، فينا نشاهد هاي الفيديوهات ونكسب منها. طبعا هاي الفيديوز غير متاحه في بلدي، لكن انت عندك ممكن يكون متاح الهايد اوت تي في واللود تي في كمان ممكن يكونوا متاحين. بالنسبه لي انا بفضل مونوليكس، اد جيم، اد جيت ميديا، طبعا اكثر شيء فيهم عروض بالنسبه لبلدي. بالنسبه للمونوليكس ضغط عليها. طبعا اصدقائي تفتح معنا صفحه داخل مونوليكس في عروض. شايفين اصدقائي هذا العرض 146 دولار، لازم اوصل لمرحله معينه. هذا العرض فينا نقول ب 5 دولار تقريبا، كمان لازم اوصل لشيء معين داخل هذا الموقع. نفس المبدا بالنسبه لهي التطبيقات كلها بحملها بحاول اكسب منها. هذا دريم جيم انا عملته يوم من الايام، كسبت فيه تقريبا حوالي 1 دولار او 2 دولار طبعا من مواقع مشابهه لهذا المبدا. فيني انفذ هاي العروض على اي جهاز ايفون او اندرويد حسب متطلبات كل عرض. كما في عندنا هون اصدقائي سيرفيس او استطلاعات، ضغطت عليها موجود مجموعه من الاستطلاعات ممكن ننفذها بكسب قيمتها ببلدي. هاي الاستطلاعات غير متاحه، لكن انت عندك ببلدك ممكن يكونوا متاحه. بالنسبه للادز متاحه للكل، لكن الربح منها صغير. شايفين اصدقائي 1.5 بوينت، نص بوينت، يعني شغلات صغيره، لكن راح نشوف. شايفين اصدقائي واتش ادز، ضغطنا عليها فتح معي الاعلان بصفحه ثانيه. طبعا العروض الاعلانيه يفترض تضاف بشكل فوري او خلال دقائق قليله، لكن العروض اللي بالدولارات ممكن تاخذ فتره لحتى تنضاف. تأديها بشكل مناسب، لا تغش، لا تستخدم في بي ان، حاول تأدي هاي العروض بالشكل الصحيح او المطلوب منك بالشكل الصحيح مشان تضمن انك تكسب قيمتها. طبعا انتهى هيك. شايفين اصدقائي راح يحدث الصفحه منه لحاله، وصار فيني اسكر انا. بينضاف قيمه هذا الاعلان عندي برصيدي او بالكوين الموجوده معي داخل الموقع. إيه سكرت هون اصدقائي. شايفين اصدقائي صاروا 54، انضافوا معي هون بالكوين، كان معي 53 كوين لحظة البداية. شايفين اصدقائي صاروا 54 كوين، فيني تابع بكل هاي العروض اكسب منها، وهذا الشيء مانو سيء ابدا. كمان في هون جيف اواي ممكن نشوفها. في عندنا اصدقائي كمان رابط الاحالة، اذا رحت على ثلاث شرط اللي هون وضغطت عليهم وروح على بروفايل. طبعا اصدقائي تفتح معنا هاي الصفحة. اول شيء يفترض اذا سجلت عن طريقي انك تاخذ 50 كوين هدية، طبعا لانك سجلت بهذا الموقع عن طريق رابط الاحالة انا راح تلاقيها بصندوق الوصف. انت كمان فيك تنشئ رابط احالة خاص فيك وتحط هون الكود اللي انت بتفضله، بعدين بتعمله سيف وبتوزع هذا الكود لاصدقائك لحتى تستفاد من الموقع بشكل افضل. طيب هلا كيف بدنا نشرح طريقه السحب؟ مثل ما قلنا ان شاء الله رح نقدم اثبات سحب خلال الايام القادمه، لكن خلال هذا الفيديو رح نقلكم كيف. كمان روح هون اصدقائي بختار انا العمله المفضله بالنسبه لي، فيني اختار الباي بال، بيتكوين، ايثيريوم، بيتكوين كاش وغيرها. طبعا انا بفضل دائما اللايت كوين. مثل ما قلنا الحد الادنى للسحب هو اقل شيء بعمله اللايت كوين حوالي نص دولار او 510 كوين بحسب تجميع هذا الموقع. بقول الموقع حط هون العنوان الخاص فيك، فيك تستخدم اي محفظه، فيك تستخدم الفوشيت بي، فيك تستخدم محفظه الباير، باينانس، تراست وولت، اي محفظه انت بتفضلها. طبعا وتاكد وقت السحب انه يكون العنوان ما تغير، بعض المحافظ بتغير عنوانها. بالنسبه للباير هو ثابت، بالنسبه للفوشيت بي هو ثابت، لكن منصات التداول احيانا بتغير العنوان. باخذ العنوان نسخ. شايفين اصدقائي
وبرجع للموقع بحطه هون لايت كوين، بحط عنوان اللايت كوين، بعدين بعمله سيف. شايفين اصدقائي انحفظ معي هون. بعدين بروح اصدقائي على الثلاث شرط اللي هون، بروح بعدها على كلمة شوب بضغط عليها. طبعا بتفتح معي هاي الصفحة، موجود طرق السحب المتاحة، باي بال، ستيم، بيتكوين، لايت كوين، بيتكوين كاش، ايثيريوم وغيرها. طبعا هون سكين بارون. بالنسبة لللايت كوين ضغطت عليه بيظهر لي اول شيء هذا التنويه، انه حاول تسجل اول مره من موبايلك مشان يتاكد انه انت انسان حقيقي، لا تستخدم شبكه الواي فاي خلالها، حاول تستخدم شبكه موبايلك العاديه لتاكد انك انسان حقيقي، ما انك كمان ما تغش، وممكن ما يتطلب منك هاي المرحله بعدين. بعدين بروح على اوكي، بتفتح معي صفحه بحط لي هون سعر اللايت كوين حاليا هو 57، شايفين اصدقائي 57 دولار، والفي رح تكون 10، فلازم انا اقل شيء هون حط مثلا 510، لازم يكون معي 510 كوين، بحطهم هون بيطلعوا تقريبا نص دولار، وزدرو بطلب السحب. السحب بيوصل خلال 24 ساعة من الطلب من هذا الموقع. طبعا اصدقائي موقع بسيط سهل، الربح منه ما هو صعب، كل ما عليك انك تنفذ هاي العروض وتكسب قيمة. مثل ما قلنا حاول لا تغش، حاول تقوم بالمطلوب منك بشكل الصحيح. طبعا اصدقائي سؤال عن مجال الربح من الانترنت بشكل عام، ربح العملات الرقمية بشكل خاص، اكتبوا لنا اياه بالتعليقات وان شاء الله بنقدر نساعدكم. في النهاية لا تنسوا اخواني اذا ما كنتم مشتركين بالقناة اشتركوا وفعلوا زر الجرس ودعمونا دائما. دمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.